المحشري خالد الوصابي يتصل بنا. الو السلام على من اتبع الهدى. يا ربي الشيخ قيس. يلا سلام عليكم الشيخ قيس. جاهز عليكم جاهز جاهز. جاهز. هل تريدون التحدث حديث معي ام لا؟ هلو. ان يتولى الانسان ان ومن يتولهم منكم. هلو. تحدثوا معي انكم اتصلتم فتحدثوا معي. اذا جاء يوم القيامه هذا لا يتحدث معنا، يتصلون بنا ويتحدثون فيما بينهم. تحدثوا معي يا قناة صفاء. قناة صفاء يا اخواني الاعزاء، هذا ليس بصحيح، ليس من الانصاف، فانهم يتصلون ولا يتحدثون، فانا اكتب اليهم هذا القول. إذا اتصلتم بنا هلو. أصبحت في منهج أهل واللي عامل زي بحث اليوتيوب والنت أمي أريد أن إخواني الأعزاء، أنا لا أتحدث معهم هكذا، وإذا اتصلوا بي أولا يكونوا جاهزين. بلي الو السلام على من اتبع الهدى، تحدثوا معي، لا تضيعوا الوقت الرجاء، لا تضيعوا الوقت، لانكم بعد ذلك تقولون انتهت وقت الحلقه وتذهبون، فتحدثوا معي. قناه صفاء لا ياتي منهم صوت، وقطعوا الاتصال، قطعوا الاتصال من جانبي. على كل حال، هذا كتاب تفسير الكشاف للزمخشري اخواني الاعزاء، يقول ماذا يقول؟ بل رايتم ذلك، والدعاء بمعنى العباده كثير في القران الكريم، اعبدوني اثبكم، وعن الحسن قد سئل اعملوا وابشروا، بل وهذا معناه هو هذا، وهو قولنا ان هذه الايات التي انتم تستدلون بها بل ماذا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا معنى الدعاء جاءت في هذه الآيات بمعنى العبادة، إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم. وأما أنت تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء ليس بمعنى النداء هنا، دعاء في هذه الآيات بمعنى العبادة، والدعاء بمعنى العبادة هو الشرك. من علمائهم الذين صروا على هذا المعنى هو إخواني الأعزاء، ونحن ننتظر الجماعة حتى يتصلوا بنا، الجماعة المنهزمة. ملا علي القاري في كتاب مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح، هذا كتاب مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد القاري، الجزء الرابع تبو دار الفكر في سنة 1422، دار الفكر بيروت لبنان. في هذا الكتاب راجعوا صفحة 170 عفوا 1599. في ذيل هذا الآية الحديث 2309، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، أدعوك. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن وغيري والأرضين السبع وضعنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. في ذيل هذا يقول: أو الدعاء، فإن كل دعاء ذكر وكل ذكر دعاء، ولأنه سؤال لطيف. أو الدعاء بمعنى العبادة،
أي أعبدك بذكره أو بمضمونه. فمعنى ماذا؟ فالمعنى يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، أي أعبدك به، أي أعبدك به. فأحد معاني للدعاء هو ماذا؟ العبادة. بل إذا جاء الدعاء بمعنى العبادة فدعاء غير الله هو يكون عبادة غير الله، فهو الشرك واضح. أما الدعاء بمعنى النداء، أما الدعاء بمعنى الاستغاثة، أما الدعاء بطلب بمعنى طلب النصرة، هذا ليس بالشرك. وإن الآيات التي جاءت إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وما شابهه في هذه الآيات بتصريح علمائهم الكبار، تدعون في هذه الآيات بمعنى ماذا؟ بمعنى هذا يكتبون شيئا. بلي يقول أنتم على الهواء عندنا الآن، الشيخ يسمعنا، أنا أسمعكم وأنا الله ياري، هل أنتم جاهزون؟ وهم بلي دعونا نتصل بهم. كيف نتصل بهم؟ هلو هلو نعم بلي، هل تسمعون صوتنا؟ تبتغون فضلا من الله ورضوانه، تسمعون صوتي؟ إذا لا تسمعون صوتي أنا بلي أستمر في محاضرتي. هل تسمعون صوتي؟ لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون يا أخواني، هم لا يتحدثون معني، فلا يتحدثون معنا، فأنا أستمر في محاضرتي. فهم إذا لا تسمعون لي وهم يحاضرون ف بعد ما تدخل معنا الشيخ حسن. شيخ حسن السلام عليكم. السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله، كيف أحوالكم؟ الشيخ حسن ولا إيه؟ الشيخ حسن الله ياري معك على الهواء، تفضل. يعني السلام على من اتبع الهدى، احنا نصارى يعني؟ هذه المقالة لا تقال إلا النصارى. إن كثيرا منكم، كثيرا منكم لا إن كثيرا منكم هكذا يسلمون علينا من علمائكم ومشايخكم، تعلمنا منهم. بل وأنتم إذا أنتم على الهدى، إذا أنتم على الهدى فهذا السلام يبلغكم، وإذا أنتم لستم بمتيقنين على أنتم على الهدى فإن هذا السلام لا يشملكم، فهذا حسب عقيدتكم في ضميركم. تفضل. من يتحدث الليلة؟ من يتحدث من جانبكم في هذه الحلقة؟ فيتحدث معي واحد منكم، ليس اثنان منكم أو ثلاثة، فقد واحد. فالآن عينوا من هو المتحدث من جانبكم. لحظة لحظة، يعني قد اتفقنا على الشروط التي ذكرتها في الحلقة الماضية؟ لا، هو لم يقل هذا. طيب الآن أجبني أولا على سؤالي هذا يا أيها المذيع للبرنامج، قل لي من الذي يتحدث هذه الحلقة باسمكم وباسم قناتكم؟ لا تفرض علينا رأيك لحد الآن. أنا أريد أن أتحدث مع واحد منكم، لا أريد أن أتحدث مع ثلاثة منكم. أنت طرحت في الحلقة الماضية شروطا. أحسنتم. قبل أن أتحدث عن ذلك أريد أن أفهم من المتحدث باسمكم في هذه الحلقة الليلة. يا رجل لحظة، لا تفرض علينا رأيك من المتحدث. نحن أنا أريد، لا أريد أن أحاور ثلاثة منكم، واحد يقول شيء والآخر والثاني يقول شيئا آخر. حاول 50 لحظة. هذا يكون في المناظرة، هذا يكون في المناظرة، والآن ليست المناظرة، الآن فقد المفاوضات والمحاورات حول شروط المناظرة. وأيضا يا مضيع، إنكم في الحلقة السابقة أخفضتم صوتي حينما أنا أتكلم وقطعتم الاتصال علي ولم تقولوا لي عندكم فاصل تجاري، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الإنصاف، إنكم تخفضون صوتي وبعد ذلك لا تقولوا لي إنكم عندكم فاصل تجاري وتذهبون، وأنا لا أعلم إنكم عندكم فاصل تجاري. أنت مدير المناظرة وناقشك يعني. تفضل، هل لديك شروط أخرى غير الذي طرحتها الحلقة الماضية؟ السؤال الأولي الآن هو من المتحدث في هذا الحوار معي من جانبكم، أنت أم شيخ خالد الوصابي؟ عين ذلك. أنا الذي أتحدث إلى أن تودع الشروط. أحسنتم أحسنتم، فليسكت خالد الوصابي، مع احترامي فليسكت خالد الوصابي. الآن الآن نستمع إليك، الآن أستمع إليك، تفضل تفضلوا. الآن ماذا عندك؟ طيب قل شروطك يا شيخ خالد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذا ماذا يتكلم واحد منكم؟ أنا لا أقبلك كمدير.
يا أخي أنت قلت إنك مريد مدير المحاورة، لا يوجد لدينا مدير، أنا لا أقبلك مدير، أنا أقبلك وأتحدث معك باسم المتحدث من قناة صفا. ولا أحد يقول لك يريد أن يلعن، ولا أحد يقول. أنا لا، من متى لعنته؟ متى لعنته؟ يتحدث واحد منكم معي. لأنه يريد يتهرب، يتملص يمين. أنا لا أتهرب، ولكن واحد منكم يتكلم، أليس هذا من الإنصاف؟ هذا الشخص جعل نفسه مدير المحاورة، أنا لا أقبلك كمدير. لا بد من مدير للحوار. لا 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 مدير للحوار، لا مدير للحوار، كل العالم. لا لا مدير للحوار، أقول لكم الآن إذا تقبلون اقبلوا، هذا كان أول شرطي. لا مدير للمناظرة ولا مدير لهذا الحوار. الآن أتحدث معه. بلي الشيخ خالد الوصي، وهي أن المناظرة منذ 5 سنوات لها مدير. لا أنا هكذا برأيي، إذا تريدون محاضرتي ومناظرتي بدون أنت، أنا لا أقبلك يا 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 محمد صابر، أنا لا أقبلك كرجل منصف، إنك أكثر تعصبا من ابن تيمية. زي الطرف الآخر، يعني كل طرف بالتمسك بنقطة البحث. تفضل. ليس هناك طرفان، أنت وأنا الآن. فما رأيك الآن؟ أقول لك في البداية، هل عندك يا محمد صابر باسم المتحدث بقناة صفا، هل عندك من شروط للمحاورة والمناظرة؟ تفضل. ما هو شرطك الأول محمد صابر؟ ما هو شرطك الأول للمناظرة؟ لا أسمع صوتك. نحن لا نسمع شيئا، يسمع أصحابك. أنت صوتك الآن واضح لأصحابك، لكن نحن لا نسمع شيئا الآن، لأن إني لم أغير أي شيء، إني لم أغير أي شيء، أتحدث معكم كما كنت في البداية. معك الآن يسمعونك لأن عندك قناة فضائية. تفضل يا شيخ حسن. بلي ما أردت قوله. بلي أنا بلغت إليكم شروطي يا محمد صابر، هل لك تعليق على هذه الشروط التي أنا طرحتها عليك؟ هل كم منها تقبل وكم منها ترفض؟ التي معنا التي هي في كشف الغمة، هذه الرواية البيت تشهدون على أبي بكر أنه صديق. أنه صديق. هذه الرواية عن سورة عبد الله قال سألت جعفر بن يا محمد صابر أتحدث معك. ماذا هذا؟ لا بأس به، قد حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه. يا لا إله إلا الله. محمد صابر هل تتحدث معي أم تهرب؟ نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. الله في كتاب كشف الغمة جاء في روايات المخالفين، هذا كتاب تشتمل على روايات المخالفين، هذا عجيب منكم ومن أصولكم والله العظيم. يا أنتم جئتم للمحاورة معي أم للتحاور فيما بينكم؟ هذا كتاب الغارات. إخواني الأعزاء هم لا يتحدثون معي. طيب ماذا يقول؟ ننتظركم يا قناة صفا، ننتظركم، متى تتحدثون معنا؟ أنا أكتب لهم هذا الرسالة، تتحاورون فيما بينكم حتى زاء الباطل، فيما بينكم أم تريدون المحاورة حول المناظرة وشروطها. ذكر تلك الأمور فيسر وسدد وقام واقتصد، فصحبته مراسعا وأطعته فيما أطاع في جهله، وما طمعت أنه أحد. إن تضييع الوقت هو الخروج لأي شيء، حي أن يرد الأمر إلي الذي نزعته ودنا. ثم قال وهو كون وكان مروي أبي بكر وعمر وعائشة في النار حتى إذا احتفظت في نفسي لم يأذنها عني. أنا إخواني الأعزاء إنهم يتحدثون فيما بينهم. يا محمد صابر من الأئمة. نعم إخواني الأعزاء، من محمد صابر أنا أتحدث معك. محمد صابر هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من الإنصاف؟ اتصلتم به ولا تتحدثون معي؟ الرواية أن يحيى بكثير. يا إخواني هذا أسلوب، انظروا هذا، أليس هذا الهروب؟ هل هذا الهروب؟ يريد أن بلي يتحاور معي على تعيين شروط المناظرة وهم يتحدثون فيما بينهم. مهاجرون والأنصار، فمن لم بارك الله فيكم. أنا أنتظرهم حينما هم جاهزون، أكتب لهم إذا أنتم جاهزون فاتصلوا بنا.
من أمر فسيح. لا فائدة في ذلك، لا يتحدثون معي ويتحدثون فيما بينهم، يقرؤون الروايات فيما بينهم، هل هذا من الإنصاف إخواني الأعزاء؟ أنا إذا أنتم تريدون المفاوضات فاحترموني كما أنا أحترمكم، أنا أتحدث معك وأنت تحدث معي، وهذا اللعبات إن صوتي لا يجي، لماذا صوتك يأتي إلي واضحا وصوتي لا يصل إليك واضحا؟ أنت أخفضتم صوتي وتقولون إن صوتي لا يأتي إليكم. إن أنا قلت لكم مرارا والله العظيم إننا على علم اليقين إنهم لا يريدون المناظرة، إنهم لا يريدون المناظرة والمفاوضة، إنهم يريدون فقط أن يظاهروا للناس، بل بأنهم يريدون المناظرة ليخدعوا الناس. محمد صابر هل تسمع صوتي؟ هل تسمع صوتي؟ هل تسمعون صوتي؟ مفروض من الله إيه يعني على أسوأ الظروف. هل تسمعون صوتي يا محمد صابر؟ أبي الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا محمد صابر هل تسمع صوتي؟ محمد صابر تفضل. يا محمد صابر أقول لك مرة أخرى إن تضييع الوقت هو الهروب من المناظرة، وإنني على اليقين إنكم لا تريدون المناظرة وتريدون أن تهربوا منا، إنكم تريدون أن تفروا منا، وتعالوا لو أنتم مجدون بالمناظرة فتعالوا تحدثوا معي حول هذا الشروط. يا شيخ حسن أنا نستعز، أنا أنتظركم وأنتم تتحدثون فيما بينكم. انتظرنا اتصل تليفون يا شيخ حسن. بلي والله العظيم إنكم لا تريدون المناظرة، والله العظيم هذا كله محاولات من جانبكم لتضيع الوقت. وإذا أنا أنتظركم منذ نصف ساعة كما قلتم بساعة العاشرة تتصلون، أنا حتى الآن لم نتكلم على أي على أي بند من الشروط. شيخ حسن السلام عليكم. تفضل يا شيخ حسن، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم وغاصبي حقوقهم. تفضل. طيب استغفر لقسمك لأنك لا تعلم ما في صدورنا ولا تعلم الغيب، فأنت أقسمت. أنا أعلم والله العظيم، أنا أعلم إني قرأت كتب علمائكم الكبار، فأنا أعرف علم اليقين لا جواب عندكم، وإنكم تعلمون جيدا إن تمام أدلتي بجملتها لا رد عندكم لها. أنا أعرف ذلك، أنا أعرف ذلك، وإن هذا وأنا أعرف إنكم تأتون بهذه المكايد لكي يضيع الوقت. مكان الله فقولوا الآن تحدثوا معه حول المناظرة، هل أنتم مخلصون بالمناظرة؟ تريدون أن يقع بيننا مناظرة ولا تريدون؟ تفضل أنت. ناظرنا يعني كبار علمائكم ونناظرك وأنت لم تكن حاصلا على درجة الآن إنك ولا كبار علماء أظهرك عندكم جرأة أن يقابلوا أصغر طالبنا، أصغر طالبنا إلا أن يكون شخصا يعيش بالتقية، فلا تخدعوا الناس فإنكم أساتيد المسايد والخدعة ونعرف ذلك جيدا، أليس كذلك؟ ماذا ليس كذلك؟ يعني أنت تلميذ لهؤلاء الذين أتوا على هذه الشاشة المباركة الذين نظرنا؟ لا لست تلميذا لهم ولا أعرفهم ولا سمعت باسمهم. الآن أنت تريد المناظرة يا محمد صابر وقناتكم تريد أم لا تريد؟ أنت دلوقتي أقسمت علينا على ما في صدورنا ونقول لك أننا لسنا كذلك. إننا أنا أعلم ما في قلوب اليهود وأعلم ما في قلوب النصارى على أنهم على الباطل، وأنا أعلم جيدا ما في قلوبكم، وأنا أعرف من كتب علمائكم وأعرف من كتب مؤلفيكم لا جواب عندكم، أعرف ذلك جيدا، وإنكم تريدون الهروب وقد أثبتتم ذلك كرارا ومرارا. أول شرط أنت اشترطته ألا يكون هناك مدير للمناظرة، قال لك لابد من مدير للمناظرة. ومن يكون ذلك أنت؟ من يكون ذلك أنت؟ والله لا، أنا لا أقبل ذلك، لأنه قلت لكم إن مدير المناظرة لا يكون مديرا للمناظرة، لأن هذا خدعة من جانبكم. متى أنا قبلنا أنت منصف أو أمثالك من المنصفين؟ إنكم كأبي بكر وعمر، وإن أكبر سعيكم الدفاع عن أبي بكر وعمر، فكيف أنا أتقبل بأن تكون أنت مديرا للمناظرة؟ وقلت لك قد نظرنا أسيادك وعلمائك وأساتذتك. هذا كيف؟ من سيدي هذا؟ من أعطني اسم واحد؟
هذا الذي انت انت تزعم. محمد صابر، محمد صابر قل لي هذا. محمد صابر دقيقه 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 محمد صابر، محمد صابر الان 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 دقيقه محمد، محمد صابر، محمد صابر، محمد صابر، محمد صابر دقيقه انتظر لي انتظر لي. شكل البرنامج كما كان على قديمه. تفضل الان انا اتحدث وانت لا تقطعني، هل يمكنك ذلك؟ تفضل. الان اقول لك انا الان اثبت لك انك رجل كذاب، اثبت لك انك رجل كذاب. انك الان قلت انك ناظرتني اساتذتي واسيادي ومشايخي، اعطني اسما واحدا منهم، اعطني اسما واحدا منهم. من القراني؟ ليس استاذا لك. لا ليس استاذي. شيخ علي القراني ليس باستاذي بعد ذلك، وليس بسيدي وليس بشيخي وليس باستاذي. طب بعد ذلك تفضل. فلماذا تكذب انت؟ فلماذا تكذب انت انك ناظرت اساتذتي؟ فلماذا لا تكذب علي؟ هل حاصل الشيخ سمحت الشيخ علي القراني على درجه وليس استاذي وليس بسيدي، وانا لا اعرف انه ناظرك. انا بسال بس اذا الشيخ حسن الشيخ علي القراني يعني ليس باستاذي وليس بسيدي، احترمه كاحد العلماء وليس ولكن ليس باستاذي. فلا تقول لي انك ناظرت اساتذتي واسيادي، ان هذا كذب. انت لا تعرف اسامي اساتذتي حتى انت تناظرهم. انت احقر واصغر من ان تناظر اساتذتي، انت اصغر واحقر من ان تناظرني، والله هذا شرف لك ولابيك انا احاورك. انا هذا شرف لك ولاجدادك انا احاورك، لا تقل لي انك حاورت اساتذتي. الان قل لي هل انتم تريدون المناظره ام لا تريدون المناظره؟ أنت ترفض مدير المناظرة، هذا شكل البرنامج، توافق على أن يكون هناك مدير المناظرة عليك على خصمك أم لا؟ الآن أجيب عليك، الآن أجيب عليك، الرجاء منك عدم التقطيع للصوت وعدم الخفض للصوت، هل تقدر ذلك؟ بشكل قديم أم لا؟ الآن أريد أن أجيب عليك، هل يمكنك أن تسكت حتى أنا أكمل جوابي؟ أقول لك قل نعم أم لا؟ الآن أنا أريد أن أجيبك، هل يمكنك أن تسكت أم لا؟ قل لي هذا. تسكت؟ نعم أم لا؟ الآن أقول لك أخواني الأعزاء، هذا الشخص إنكم تعرفون تعصبه ضدي، لا يريد ولا يعطيني المجال لكي أجيب على هذا السؤال الذي هو طرحه، فكيف أنا أقبل هو يكون مدير المناظرة؟ يا حسن من أنت حتى نتعصب ضدك؟ قلت لك إنك أنا في الحوزة، قلت أنا مجرد دارس في الحوزة. الآن أقول أجيب لك من أنا لكي تتعصب علي. محمد صابر، أنا الذي اسمعني جيدا. الآن هل يمكنك السكوت؟ هناك مدير المناظرة، تفضل. هل يمكنك السكوت لكي أجيبك؟ هل تسكت أنت وتعطيني القول لا تخفض صوتي على قناتك؟ الإجابة بنعم أو لا. الآن أريد أن أجيبك، الآن أنت لا تسمحني أن أجيبك على هذا السؤال، أنا أريد أن أجيبك فاسكت أنت. إنه سألني من أنا حتى هو يتعصب علي فأجيب عليه. أنا الذي أثبتت أنا أبا بكر وعمر وعائشة في النار مرارا وكرارا، فلأجل ذلك معلوم أنك تتعصب علي، معلوم أنك تتعصب علي. أما سؤالك على هذا الجواب، جوابك على هذا السؤال، فاسكت حتى أتكلم. إذا أنت لا تسكت أنا لا أتكلم. أنهم قالوا لنا أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكونوا سبابين ولا لعانين على لسان الإمام علي في نهج البلاغة. أنا التزمت بنهج أهل البيت، أما أنت فقد هل تسكت؟ أخي يا محمد صابر، أنا أريد أن أحاور معك حول فقط المناظرة. هل توافق على مدير المناظرة أم لا؟ هل تسكت حتى أعطيك الجواب؟ هل تسكت؟ أعطيني وقت لكي أجيبك واسكت لكي أجيبك، لا تتحدث حينما أنا أتكلم. الآن أسكت ولا تخفض صوتي على تلفازك حتى أنا أتكلم. فاسكتوا رجاء، فاسكتوا حتى أنا أتكلم، فاسكتوا. جوابي هو هذا، إنكم بأجمعكم أنت كمدير في هذا القناة وكالمذيع في هذا القناة وسائر مشايخكم، إننا لا نؤمن بإنصافكم وبصداقتكم وبإيمانكم، فلا نخضع لهذا الشرط. لماذا؟ لأنكم رجال تتعصبون. أسكت أسكت الآن، لا يسكت حتى أجيب. الآن كان من المفروض أنت تسكت حتى أتحدث أنا. الآن أنتم لا تقدرون السكوت على هذا الشرط، حأجيب على سؤالك، لا تقدر أن تسكت. ف
فكيف انت تسكت وانا اثبت كفر عائشه وكونها في النار؟ انت حسب جهنم يا شيخنا. اقول لك الان جاوب يا شيخ حسن، تسمعني؟ بري يا شيخ حسن، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم ومنكري فضائلهم. تفضل. قدم لنا الأسباب التي بناء عليها ترفض وجودي في المناظرة. تفضل. أقول لك بعد إذنك دعه لي. قدم لنا هذه الأسباب التي ترفض بناء على هذه الأسباب. أنا أريد أن أتكلم معك يا شيخنا عشان بس ما أتكلمش. أرجوك يا حسن، يا شيخ حسن، أنت أسكت. أنت أسكت، واحد منهم يتحدث. شيخ حسن عندي اقتراح آخر، ما رأيك؟ أنت أسكت، إنه سألني سؤال، إنه سألني سؤال، دعني أجيب عليه. أنا عندي اقتراح آخر. لا أريد اقتراحك، بعد جوابي على سؤالي اقترح اقتراحك. ودعني من قناة صفا ومن قناتك، ما رأيك؟ الآن أقول لكم. إن لحظة جايبني. أنا مستعد أن أذهب إلى أي قناة مستقلة، أنا أتخلى عن قناة صفا وأنت تخلى عن قناتك أنت، ونذهب أنا وأنت شخصيا إلى أي قناة مستقلة. أنا أريد دقيقة حتى أجيب عليك وأجيب على أن الآن أصبح سؤالان، الآن أصبح عندي سؤالين، دعني أجيبكم. إذا أنتم تريدون الجواب فاسكتوا. إنه يريد أن يهرب على قناته فقط ويسب ويشتم. أنا هل تريدون الجواب؟ إذا أنتم إذا عندكم حضارة يا شيخ خالد، إذا أنت من العلماء يكون هذا الأدب عندك، فاسكت للجواب كما أنا ساكت لك وأسمعك. شيخ حسن فهمت لكم يا محمد صابر. الآن دعني أنا أجيب على أسئلتكم، تطرحون السؤال ولا تعطوني المجال. أجب على الأسئلة. تفضل. فالآن فاسكتوا رجاء واسكت هذا صاحبك أرجوكم. فالجواب على سؤال محمد صابر، ألا أن يكون لا يكون هناك مناظر، ما هو السبب وما هو الدليل على ذلك؟ قلت عدم اطميناننا بعدالتكم وبصدقكم وبأمانتكم. إنك تأخذ دا أسكت يا أخي، أسكت حتى أجيب. يا أخي أنت أسكت حتى يكمل الجواب، بعد ذلك تكلم. هل يمكنك تسكت دقيقتين وأنا أسكت دقيقتين لكي نتحدث؟ يا شيخ حسن بلي. فإذا أنت دقيقة دعني أجيبك يا أخي. بارك الله بك. إذا أنت تأتي ومشايخك يأتون معك كالمناظرين على عيوني، تعالوا بعشرين مشايخ وتعال أنت معهم كمناظر ولا كمدير، لا كمدير، والسبب في ذلك الظاهر. أسكت يا محمد صابر، هل يمكنك أن تسكت حتى أجيبك؟ يا أخي ما هذا الحضارة، ما هذا الأدب؟ والله هذا أدب عمر وأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين تزعم أنك تتبعهم يا شيخ حسن، أنت قلت عدم الإنصاف، خلاص انتقل مع الشيخ إلى قناة الأخرى. الآن أجيبه على ذلك أيضا. دعني أجيبكم. كيف درسا؟ والله لولا أنه يظهر أمام شاشته أننا كلما انتهى البرنامج هذا هربوا. رد من قلبه من هذا السرداب الذي أنت. الآن دعني أجيبك يا شيخ خالد، هذا لا يمكن. إذا أنت والله مجد في الحوار، اقترح اقتراحا واسكت حتى اجيبه. الاتصال بالاخص من الليالي الاعلاني الذي لم اعرف انه حصل على درجه اجتهاد الى الان. هذا ذهبوا الى وهم لا يسكتون، وانا اجيبكم الان اخواني الاعزاء. هل نذهب الى قناه اخرى؟ اقول لكم بالوضوح، انا ليس طرفي خالد الوصابي حتى اذهب الى قناه اخرى أحاور مع خالد الوصابي. أنا طرفي جميع مشايخهم في قناة صفا. أنا تحديت قناة صفا بالمناظرة. نذهب إلى أي قناة آخر أذكر اسمه أنا، ولكن هذا المناظرة الذي أنتم قبلتم أن يكون ويتم هو على كون أبي بكر وعمر وعائشة في النار، وهو هذا قناة المناظرة بيننا، كان الاتفاق أن يتم بيننا وبينكم في هذا القناة ولم يكن في قناة أخرى. أما كيف يدار الحوار؟ يكون بالتزام الطرفين بالقواعد وبالشروط. أنا أسكت كما كنت اليوم أسكت حينما أنتم تتحدثون، أسكت حينما أنتم تتحدثون، وأنتم أسكتوا حتى حينما أنا أتحدث.
فإذا الطرفان التزما بهذه القاعدة، قاعدة وماذا؟ السكوت من جانبي حين هو يتكلم، السكوت من جانبي حينما أنا أتكلم، لا يتجاوز مناظر إلى وقت مناظر آخر، أنا عندي 5 دقائق لا أجاوزه وأنت كذلك، وأيضا لا نخرج عن الموضوع. إذا التزمنا بهذه الشروط الثلاثة فلا حاجة للمدير. وأما الذهاب إلى قناة أخرى فتذكروا أي قناة هذا، أي قناة تريدون نذهب إليه، لماذا أنا أذهب؟ لا حاجة إلى ذلك، أنا تحديت قناة صفا وإنكم قبلتم ذلك التحدي، ولكن الآن تريدون الفرار وتريدون أن تضعون مدير ومديره أشد تعصبا من ابن تيمية، مديره أشد تعصبا والعالم يعرف ذلك، أشد تعصبا من عائشة، وأشد إنادا لأمير المؤمنين عليه السلام من قنفذ ومن أبي بكر. لا يوجد لديكم إنصاف، نعم والله العظيم لو كنت أعتقد أنك رجلا منصفا وأن المدير سوف ينصف بيننا فكنت ألتزم بذلك، ولكن أنكم لا تلتزمون ولكن لا نؤمن بإنصافكم وبعدالتكم وبصدقكم، ونحن نعرف جيدا إن جميع الذين يشتغلون في قناة صفا أعداء أهل البيت عليهم السلام، ولا يوجد لديهم أي إنصاف، وأنتم لا الآن أنت مدير، أنت مدير هذا المحاورة، لا تسمحني أجيب على سؤالك، لا تعطيني وقتا وأنت لا تسكت وصاحبك لا تسكته، فكيف أنا أطمئن في المناظرة وهو على كون أبي بكر وعمر وعائشة في النار أنت لا تأخذ جانبه؟ فأقول لكم لا حاجة إلى مدير، أنا ناظرت كثير من مشايخكم بدون المدير، أنا أسكت حينما يتحدث وأنتم يسكتوا حينما أنا أتحدث، وأنتم أنا أعرف أنكم تريدون الفرار، أنا أعرف أنكم تريدون الفرار ولا تريدون المناظرة، وأنا أعرف ذلك جيدا، وتريدون أن يضيع هذا الوقت، الآن بقي ربع ساعة، ربع ساعة إلى انتهاء وقت برنامجكم، أنا أعرف ذلك حتى تقطعوا وتذهبوا للأسبوع القادم. أعد عليك الشيخ طرحا آخر، اذهب إلى قناة مستقلة وناظر الشيخ أو في أي قناة محايدة، ماذا تقول؟ الآن تسكت حتى أجيب؟ هل تسكت حتى أجيب؟ الآن أسكت حتى أنا أجيب، لأنه يا محمد صابر هذا من أمثلة عدم إنصافك، إنك لا تسكت حينما أنا أتكلم وصاحبك ليس هذا الأدب والاحترام، أو انظر هذا إيه هذا، انظر هذا وهذا إنصافك، أنا إنما أنت تتكلم أنا ساكت وأنت لا تسمحني أن أجيب على سؤالك، فكيف أنا أخضع لأن تكون أنت مدير المناظرة؟ وصلت، فهذا دور المذيع، أنت الآن لا تلتزم، وإذا أصبح المذيع هو المناظر فماذا أفعل؟ إذا تأتي كالمناظر فتفضل، ولكن كالمدير لا. أما الذهاب إلى قناة أخرى، أما الذهاب إلى قناة أخرى هل تسمحني أجيب؟ فاسكت دقيقة أسكت أجيبك على ذلك. إننا اتفقنا معكم أن نناظر بعضنا بعضا ويبث المناظرة من القناتين في نفس الوقت، هذا كان اتفاق تمت فيما مضى في كلماتنا بيننا وبينكم، وإننا جانبي ومخالفي والذي تحديته في هذا المناظرة ليس شيخ خالد الوصابي وحده، أنا تحديت جميع مشايخكم في قناة صفا، أنا أريد أن يسجل هذا الفشل في جبين قناتكم ولا يسجل باسم قناة المستقلة، هذا أولا. ثانيا قناة المستقلة كأنت، قناة المستقلة منذ متى أصبح قناة منصفة؟ قناة مستقلة هو ثاني محمد بن عبد الوهاب، ثاني ابن تيمية في عناد أهل البيت عليهم السلام وعناد شيعتهم، منذ متى أصبح قناة مستقلة قناة منصفة لكي نؤمن على إنصافهم؟ فالإنصاف هو ما اتفقنا عليه، أنتم تبثوا من قناتكم، نحن نبثها من قناتنا، ويتم المناظرة فيها بهذا الشكل. ما يريد يفعل، دعه يتكلم، دعه يتكلم، اترك له حتى لا أكون منصفا. بل يعني أنهيت وهذا هو جوابي، لا أعرف أنت فهمت جوابي أم لم تفهم جوابي، فلا كل هل أنا أجبتك على ذلك. لكن مثل الشيخ خالد الوصابي، لماذا أنا أسألك الآن سؤال، إنكم سألتموني أسئلة كثيرة يا محمد الصابر، الآن أنا أسألك سؤال، الآن أنا أسألكم سؤال،
الآن أنا أسألك سؤالا، دعني أسألك ذلك. سؤالي هو هذا يا محمد صابر ويا مدير قناة صفا ومشايخ قناة صفا، أنا في المناظرة ونبدأ المناظرة بشروط تأخذها أنت علي ألتزم أنا بها كمقدم للبرنامج. لا رأيك. أنت لست منصف، أنت تعال كمناظر على عيوني ولا ليس كمدير، وينطبق عليك جميع شروط المناظر. قديما لست منصفا أليس كذلك؟ لا أبدا، أنت دائما في الضلالة كآبائك. الآن استمع لي يا محمد صابر أجيب عليك، وأنا أطرح سؤال عليكم، إنكم طرحتم سؤالا بعد سؤال لي. الآن انصف، أعطيني سؤال واحد، أعطيني سؤال واحد جيد؟ سؤال هو هذا، إذا نحن أنا وجانبكم بعدد من مشايخ تأتون للمناظرة 5-2 لا شغل لي بذلك، إذا التزمنا أن يتحدث، قلت أسكت يا أخي أسكت حتى أطرح السؤال، أطرح السؤال. إذا نلتزم كل جانب بأن يبقى في داخل وقته ولا يتجاوز وقته، مثلا قاسمنا الوقت 5 دقائق لكم 5 لي أو 10 لكم 10 لي، فأسكت أسكت يا أخي، أسكت يا أخي، بارك الله بك. طيب إذا خرجت على الموضوع من الذي قد اشترطت؟ اصبر حتى أتحدث. إذا المذيع هنا، المذيع هو الذي لا يعطيني مجال لكي أسأله سؤال، فكيف أنت تكون مدير منصفا؟ يجب أنت أو الشيخ خالد المصابي الآن يا محمد صابر، محمد صابر هل عندك هذا الإنصاف أن تعطيني مجال أطرح عليك السؤال؟ لا لا اطرح، يعني له دور كبير، أنا لا أعرف كيف أنت صاحب القناة، على أي أساس تختار من يعملون معك في قناة أهل البيت؟ السؤال هل هو موافق على هذا ولا لا؟ يعني أنا أخشى أن شيخ محمد يا مشاهدون الكرام اسمعوا، أنا أخشى أن ننتهي من الحلقة ويذهب يعلن في قناتي أننا هربنا. الآن ألزمه بالجواب، هل هو موافق على هذا البرنامج بحكم فيه ومدير الحوار أم لا؟ تفضل يا شيخ. إذا لم يكن موافق ننتقل. إنكم طرحتم عدة أسئلة جاوبتكم، وأنتم لا تعطوني مجال لأطرح عليكم سؤالا واحدا، وأنا أعرف جيدا إنكم تريدون أن تضيعوا الوقت. على كل حال أنا أريد المناظرة منكم، وأنا أعرف أنتم تريدون أن تجنبوا المناظرة. على كل حال يعرف العالم، يا أهل العالم، أنا مخلص والله العظيم، أقسم بالله العظيم أخلص لكي يتم هذا المناظرة، هذا القرآن أقسم عليه، أنا مخلص أن يتم هذا المناظرة، وهم لا يريدون المناظرة، هم يريدون الفرار والهزيمة لكي إن بقي 10 دقائق في هذا المحاولة يخلص هذا ويهربوا لأسبوع، هذا هم يريدون، لا يعطون مجال لكي أسألهم سؤالا واحدا. تعطيني مجال أسألك سؤال واحد؟ أنا أجبت على أسئلتك مرارا وكرارا، أعطيني مجال لسؤال سؤال واحد، تعطوني مجال لذلك؟ تعطوني مجال لكي أتكلم؟ تسكتون؟ لا تسكتون، والله لا تسكتون، تريدون الهروب بهذا الأسلوب، تقاطع كلامي ولا تعطيني المجال لكي أطرح سؤالي. فقلت لكم إذا أنتم ساكتون أطرح سؤال واحد، يدار المناظرة بهذا الشكل، لا يخرج أي جانب من الموضوع، وأي جانب خرج من موضوع المناظرة فهو التسليم بمطلوب المخالف والفشل في المناظرة، ولا يتجاوز عن وقته ويسكت حينما يتحدث المخالف ويسمع لكلامه، وإذا لم يلتزم بهذا الشروط أوتوماتيكيا هذا يكون الفشل في المناظرة. الآن ترفض أن أكون مدير المناظرة أليس كذلك؟ يا أخي والله العظيم إنك لا تسمعني ماذا أنا أقول، أليس كذلك؟ دعني أجيبك، دعني أجيبك، هل تسمح لي؟ هو هذا، يدار المناظرة بهذا الشكل، التزام الجانبين بقواعد المناظرة، وأي جانب خرج من الموضوع قاطع الآخر وتكلم في وقته فإنه تسلم لمطلوب المخالف. أريد أن أناظر الشيخ خالد المصابي على شاشة صفا بدون محمد صابر أليس كذلك؟ أنا أريد أن أناظر جميع مشايخكم بدون أي مدير. ماشي صدقناك بعد إذنك شيخنا، أنت ترفض أن أكون مدير مناظرة، طيب هل تقبل أن أكون أنا والشيخ خالد مناظرة؟ اعتبرني شيخ مثل الشيخ خالد. على عيوني أنت وأمثالك تعالوا 20.
انا موجود في المناظره انا الشيخ خالد ملك المناظر اقبلك كالمناظر انت ومثلك شيخ الازهر هيئه كبار علماء الكبار من السعوديه جميعكم لا اخاف من ذلك وليس كالمدير موجودا في المناظره بصفه شيخ وليس مذيع اليس كذلك نعم ولكن ينطبق عليك جميع شروط المناظر ينطبق عليك لا تاتي كالمدير ينطبق عليك جميع شروط المناظر تجاوزنا هذا الشرط متفق قبلتم انتم قبلتم انا اقبل ذلك انا اتفقت على هل انتم تقبلون ذلك خمسة من مشايخكم انت رفضت ان اكون مذيعا محايدا ملتزما بين قوانين الشيخ خلاص انا مع الشيخ شيخ انتم اثنان تناظراني صحيح انتم اثنانكم تناظراني صحيح نعم بارك الله بك اقبل ذلك على عيوني على عيوني ولكن عليكم بالالتزام بقواعد المناظره فمحمد صابر يكون احد المناظرين لا يكون كمدير بل ينطبق عليك وعلى خالد الوصابي وعلى من ياتي معك جميع قواعد المناظره وشروط المناظره افتهمتم ما هي الشروط ما ومن يلزمه استنى بس يلزمه هذا اي شخص اي جانب اما انتم او اما انا لم نلتزم بشروط فهذا يكون فشلا واثبات مطلوب المخالف تكلم في وقت ما فيش واحد يقول انا اجب بلي لا هذا فني لا ليس بصحيح انا اريد واحد ان يلزمك بالجواب يا اخي الان ما استطعت ان تلزمني الناس سوف يلزمون ذلك اذا انا لم اجب سؤالك فالناس يفهمون فالناس يدركون ذلك انا لم اجبك اذا يكون المناظره امام الناس فالناس يشاهدون انك سالتني سؤال وانا ضيعت الوقت لم اجبك قلت شيئا اخر اسئلتي او لست موافقا ماذا يا الله سلام لم افهم سؤالك كرر علي بارك الله فيك على ان يكون محمد صابر حكم يلزمك بالسؤال الذي يوجهه اليك لا ياتيك المناظر لا كمدير ولا كحكم انا سالزمه شيء حسن موضوع المناظره ماذا عن موضوع المناظره واتفقنا علي ولا تهربوا عن ذلك لا تهربوا ولا تفروا عن ذلك وكون ابي بكر وعمر وعائشه في النار يا شيخ حسن اكيد هذا هرب مره من المرات وجلست الهروب في باب اذنه وكل مره هروب ما هذا وأن نحن نعرف والعالم يعرف جيدا ان جميع شروطي منصفه وانكم تضيعون الوقت ولستم مخلصين بان تتم المناظره وهذا هو الهروب والله العظيم هذا الجلسه اثبتتم هذه الحلقه اثبتتم مره اخرى انكم الهاربون ولا تريدون المناظره لأنكم لو كنتم مجدين في المناظرة والمخلصين لكي تتم المناظرة لما ضيعتم هذا الوقت يا شيخ حسن يا شيخ حسن تسمعني أسمعك طيب الشيخ خالد خلاص وافق على أن أكون أنا ملزما له بعد إذنك طرف في المناظرة على أنك إذا لم تلتزم لا 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 لا, لا. انك لا تأتيك حكم أنا أعرف ذلك المكايد يا أخ محمد صابر أنا أعرفك وأعرف جميع آبائك أعرفكم من عمرو بن عاص إلى اليوم أنا أعرف مكايدكم إنه لا يلزمني أي أحد يلزمني المشاهدين إذا أنا خرجت عن الموضوع فهم يعرفون أنا خرجت عن الموضوع موضوع المناظرة ماذا تريد أن تطرح في الموضوع هذا تريد أن تفر مرة أخرى هو معلوم كون أبي بكر وعمر وعائشة في النار كون أبي بكر وعمر وعائشة في النار يا أيها المنهزمون يا أيها الفارون يا محمد صابر ألا تستحي أنت تتبع عمر بعد 1400 سنة وأنتم تعرفون قدره وجهله وجبنه في الدين يا شيخ حسن شوف أنا سبه بعد إذنك يا شيخ حسن بلي. أنت موضوع نظرة في الحلقة الماضية قلت في أبي بكر وعمر وعائشة في النار موافقون لكن نحن عندنا شرط نحن موافقون موافق ناخذ عمر وأبو بكر وعائشة وام المهدي لا إننا اتفقنا على ذلك ولا نضيف إليه شخصا آخر لا اتفقنا على ذلك إذا أنتم تريدون أن تفروا عن المناظرة هذا شيء آخر
نتكلم فيها. إذا أنتم تريدون أن تتحدثون في هذا الموضوع أمي مولانا صاحب الزمان عليه السلام، أنا حاضر، أنا حاضر، لكن في جلسة أخرى، جلسة أخرى يكون هذا المناظرة حول هؤلاء الثلاثة. أنا لا أفر، أقول لك يا محمد صابر، لا أفر منك ومن أمثالك ومن مقائدكم، أنا أعرفكم جيدا، ولكن هذا موضوع المناظرة اتفقنا عليه ولا نغيره. إذا تريدون على أي موضوع آخر، إذا تريدون على أي موضوع آخر مناظرة، هذا يكون مناظرة على حده. بس يا شيخ حسن، راجع ما قلناه في حلقتين الماضيتين، قال لك الشيخ خالد يوم الصحابة ويوم المهدي. فالآن اليوم نحن نتفق الاتفاق النهائي، هذا كلام قيل في حلقتين مضتا، فلا تقول كنا قد اتفقنا. أرجوك ألا تدلس علينا ولا تكذب علينا. المدلس أنت، المدلس أبو بكر وعمر وعائشة، أنا لست مدلسا ولم أدلس أبدا. أقول لك اسمع لي جيدا، إننا اتفقنا، أنت تريد التدليس، اتفقنا على كون الثلاثة في النار، لا أغير الموضوع على أي قيمة وأي ثمن، وإذا أردتم التغيير هو الهروب من المناظرة. إذا أنتم تريدون أن تناظرون حول آباء رسول الله، آباء الأئمة الأطهار عليهم السلام وأمهاتهم على عيوني أناظركم، لكن في وقتها، حلقة أخرى على المهدي عليه السلام أناظركم، لا أخاف من ذلك، لكن حلقة أخرى. الآن الذي اتفقنا عليه هو كون الثلاثة في النار، لا أغيره، لا أغيره. هذا كم يتحدثون يا شيخ؟ تفضل يا شيخ حسن، يا شيخ حسن، مشكلتكم حينما أنا أتحدث أنتم تقاطعونني ولا تسمعونني. قلت اتفقنا على موضوع المناظرة ولا أغيره. قال لك يوم الصحابة يوم المهدي. يوم ماذا؟ ماذا هي يوم الصحابة؟ يوم لماذا تخافوا من المهدي؟ لا أخاف، أنا أناظركم على الإمام المهدي عليه السلام، يريدون المناظرة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تريدون المناظرة، الإمام الصادق عليه السلام أنا في خدمتكم، ولكن موضوع لهذا المناظرة التي اتفقنا عليه لا أغيره. ماذا في الموضوع؟ لا أغيره، لا أغيره. أرجوك اليوم، أرجوك رجاء والإدارة يا أخي عمر، يا أخو لا لا لحظة اليوم هو ما بس كلمة واحدة. زميل المخرج يقول لك ما عنديش كلمة. أرجوك رجاء الآن لا نطول الموضوع، كلمة واحدة. أنا لا، أنا فقط جئت هنا لكي أتحدث معكم حول شروط المناظرة، ليس حول موضوع المناظرة. موضوع المناظرة كان متفقا عليه، لماذا تريدون تغييرها؟ إذا تريدون مناظرة أخرى بعد هذا المناظرة أتكلم عليها، أنا في خدمتكم، أنا لا أفر، أنا لا أهرب، أنا لا أنهزم كأبي بكر وعمر، أنا موجود. تريدون المناظرة على أي مسألة أنا في خدمتكم، ولكن بعد هذا المناظرة، بعد هذا المناظرة. لا 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 يا شيخ، هذه شروط توضع الآن، كل اللي موافق عشان الحلقة القادمة تجهز نفسك وتجهز نفسك الشيخ خالد وننطلق نبدأ المناظرة على بركة الله. موافق ولا لا؟ على أي شيء، على أي شيء؟ أن يكون يوم نتحدث فيه عن أبو بكر وعمر وعائشة، ويوم نتحدث فيه عن المهدي. على المهدي عليه الصلاة والسلام، بعد أن تم هذا المناظرة بعد ذلك أنا في خدمتك. بعد أن تم هذا المناظرة بعد ذلك أنا في خدمتك. هذا اتفقنا عليه، لا تغيروا موضوع المناظرة. أنا اتفقت معكم بالمناظرة، وبعد ما تم المناظرة على هذا الموضوع أي موضوع آخر غدير تريدون، إمام المهدي عليه السلام، ولادته، غيبته، طول عمره، أبوه، أمه صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء نور الله تبارك وتعالى، أنوار الله تبارك وتعالى، فلا نخاف أن ننشر نورهم وفضلهم. فأنا في خدمتكم، أحاضركم على أي موضوع أقلائي أنتم جئتم بها، أنا حاضر في خدمتكم، ولكن هذا الموضوع تحدثنا وانتفقنا عليه، انتهت وقت الحلقة. لاحظوا كتبنا إليه انتهت وقت الحلقة، فذهبوا وحربوا. بلى. فإخواني الأعزاء، إنني مخلص ومجد في المناظرة، وهم يريدون الهروب بهذه الأساليب. بلى، هذا أسلوبهم، ولو كانوا هم إخواني الأعزاء جميع الشروط التي أنا طرحتها عليهم، أنتم تعرفون جميع الشروط منصفة، والله العظيم لو طرحوا علي مثل هذا الشروط لقبلتها في كلمة واحدة، أقول صحيح، كلها صحيحة، يلا مناظرة. ثاني يوم، هم لا يريدون المناظرة، يريدون أن يقبلوا علي مدير من جانبهم وهو محمد صابر، وبعد ذلك هو قبل أن يأتي كمناظر.
وهذا فضح نفسه وتعصبه بعدما انا رددته كمناظر قبل ان يقابلني كمناظر. فهذا معلوم، لو كنت انت رجلا منصفا لا علاقه لك بهذا الجانب وبهذا الجانب، لماذا انت قبلت ان تكون مناظري؟ لماذا قبلت انت ان تكون مناظري؟ لا اله الا الله. والله العظيم لا اله الا الله، نستجير بالله من هؤلاء الخداعين المكارين. بسم الله الرحمن الرحيم. بل اقرأوا هذا الآية المباركة في القرآن الكريم يوضح حالهم هم. يا بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العلي العظيم. هم يزعمون ويتخيلون أي يريدون أي ماذا؟ يمكروا بنا ويخدعون. أنتم يا قناة صفاء، العالم يعرف إنكم لستم مجدون بالمناظرة، لأن هذا المناظرة متى تتم؟ إذا أنتم لا تتفقون على شروط وكلها منصفة وأنا طرحتها عليكم وأنتم تفرون منها. لا لا.